تبقى ضربة البداية. مقالي ومقالو، أخويا هايص وأنا لايص. طب أخويا اللي هايص معروف، معروف الشعب العربي، الشعب القطري اللي هايص بهذا المونديال الكبير، لكن أنا لايص. الكرة المصرية تشعر بحسرة حقيقية لغيابها عن هذا العرس. تشعر بحسرة إن بينما الآخرون يعملون بمنتهى الجدية للتطوير وإيجاد مكانة وتغيير واقع إلى واقع عالمي، منشغلين بخلافات ومصالح ضيقة، حتى نظام بيعاقب فيه المخلص، بيعاقب فيه الجيد، بتعاقب فيه القيم، بتعاقب فيه الحاجة الصح، وتصدر كل ما هو سلبي ويجرك إلى الخلف. هنفضل في هذه الديلمة منغمسين في هذا الصراع، آسف، التافه اللي ما فيش حد من قيادات الرياضة شاغل نفسه إنه خرجنا منه. للأسف الشديد ما نشهده العالم كله يرى في صعوبات. طب ما هناك في صعوبات، في لحد النهارده ناس رافضه هذه الثقافه العربيه الاسلاميه، وللاسف رياضيين. ولكن انت مجرد ان تثير الجدل، ما بقاش هو في الساحه لوحده، عمال بيفرض القيم السلبيه على العالم ويصدر لك ان دي حقوق الانسان، ودي ونسي انك وانت منشغل قبل المثليه اللي هم مش ناقصهم حاجه، لان دي علاقات كلها بتمارس في الخفاء. انت يعني كل خناقتك انك تظهرها. طيب المصايب اللي انت تسببت فيها للعالم، كوارث. الصراع البيولوجي اللي اسفر عن اكبر مصيبه صحيه واقتصاديه، كورونا وتحوراتها. الصراع العسكري السياسي المنغمس في تحريك القوى الاقتصاديه، كل دي رجال، سيبك من اللي بيحكموا، تجار السلاح، تجار كل ما له علاقه بالحروب، بالديرتي بيزنس، بالحروب. هيدي لك الطلقه ويدي لك المرهم، هيولع فيك ويعالجك. الشركه دي بتاعته والشركه دي بتاعته. وبعدين يقول لك ايه؟ اعاده الاعمار، ويروح داخل بقى بشركاته يدفعك دم الخراب اللي هو تسبب فيه، يبني اللي هو هده، ويكلمك على حقوق الانسان، ويقول لك وانت بقى عمال تعادي كل النزيف ده، يقول لك انت ازاي مش معترف بحق المثليين؟ لا يا شيخ، ده ايه السماجه دي؟ ايه الوقاحه دي؟ ليه؟ لان احنا ما احناش فايقين ندافع عن قضايانا. فتأتي هذه البطولة ربما لتلقي الضوء ان لا، في قيم هنا. طيب انا لو خرجت من بره هذا المفهوم في صراع القيم اللي موجود الى الصراع الكروي، في حسرة حقيقية ان الكرة المصرية تصدق بالله غائبة عن كأس العالم. هي حسرة وفرحة. وفرحة طبعا. الملعب يعني انت لما تيجي تقول هي قطر هزيمتها الكبرى في الكوره، في الملعب، لكن الملعب نفسه انتصار. يعني الملعب اللي هم قاعدين بيلعبوا عليه انتصار للقطريين، ما يدور في الشوارع انتصار للقطريين، ما يدور عبر وسائل الاعلام حتى من تناقضات وتناحر ويعني صراع قيمي، انتصار القطريين. الالحاح في فرض تعليمك انك تبقى سهلة المتناول اللي عايز يكون يطلع، هو انت ليه المسلمين بيفكروا كده وايه بيفخروا بدينهم قوي كده؟ ليه متمسكين بيه لدرجة يعني دون ارواحهم اي اهانة لهذا الدين؟ ها؟ بيقول لهم طب خدوا بالكم، هو ده اداني، هقول لكم 1 2 3. جابوا معنيين بالتفصيل لدرجة ان قالوا الاذان لازم يرفعوا واحد صوته جميل عشان ما يبقاش منفر.
ده مؤكد في تفاصيل إذن هذا الكرنفال. إذن أنا بس أنا عايز أوصل أنا هريحك عشان تنقل عايز تنقل. كل شيء خارج الملعب فيه انتصار ما عدا الهزائم التي يتلقاها المنتخبات الإفريقية والأسيوية والعربية حتى الآن، وهي هزائم لا تليق بالكرة الأسيوية والإفريقية. ولكن والمدهش والمتناقض، وإحنا بنلقى الحسرة، يبقى الإيجابية الكروية الوحيدة التي تحققت على هامش هذا المحفل الذي حققها المنتخب المصري أمام بلجيكا بالفوز عليه 2-1 بره الدوحة، ولكن على هامش هو الفريق البلجيكي ده المصنف رقم 2. فلما نيجي نشوف ال 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 النهاردة هزيمة لإيران، لا تصدق أنا فرحان في كروش. اتنك علينا يا ابراهيم. انا هجيلك يعني اتنك علينا وكانه يعني وصلنا للي احنا عايزينه واحنا ما بنحفظش الجميل. لا لا